بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. نحن هنا في هذه الأحاديث لنتعلم من الحسين عليه السلام كيف صاغ عناوين ثورته. وثورة الحسين عليه السلام ليست مفصولة عن رسالته القرآنية، فالحسين هو صاحب رسالة قبل أن يكون قائد ثورة. وقيمة ثورته أنها كانت تتحرك في كل خطوط الرسالة، فأنت عندما تقرأ كلمات الحسين عليه السلام التي أثارها عند خروجه وعند وصوله إلى كربلاء، ترى القرآن أمامك يختصره الحسين عليه السلام في عنوان يجعلك تدخل إلى القرآن لتفتش عن كل مواقع هذا العنوان أين هي. مثلاً من بين الكلمات التي قالها الإمام الحسين عليه السلام: لم أني ما خرجت أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. أعطى عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعطاه عنواناً لثورته ولحركته، بحيث أن الحسين يقول عليه السلام: كل ما قمت به وكل ما استهدفته وكل ما أدعو الناس إليه تختصره كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الكلمة التي ركز القرآن عليها أساس الرسالة. لذلك نحن في البداية في محاولة لأن نتابع الآيات القرآنية التي ذكر فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لننفتح من خلالها على شعار الحسين عليه السلام من جهة، ولننفتح من خلالها على واقعنا الذي نحن مسؤولون عنه الآن. وعلى ضوء هذا أحب أن أجيب أحد أحبائي الذي وجه إلي سؤالاً من دون أن يذكر اسمه، بأننا نريد أن تحدثونا في عاشوراء عن الحسين، أما هذه الأحاديث فإنها يمكن في مدار السنة أن يتحدث عنها. واقع أنني في كل ما تحدثت به تحدثت عن الحسين عليه السلام، لأن الحسين عليه السلام ليس شخصاً مفصولاً عن خط القرآن، بل هو كبقية أئمة أهل البيت عليهم السلام، كجدهم رسول الله، القرآن الناطق، لأنهم كانوا التجسيد العملي للقرآن. إذا رأيتهم رأيت صورة القرآن في سيرتهم، تماماً كما قالت بعض زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله عندما سئلت عن أخلاق رسول الله كيف هي، وقد عاشت معه هي في الليل والنهار سنين طويلة، قالت: كان خلقه القرآن. يعني إذا أردتم أن تعرفوا رسول الله، أخلاق رسول الله،
فادرسوا أخلاق القرآن، فإن رسول الله لم فإن الله لم يتحدث عن أي خلق في البرنامج الأخلاقي إلا وكان رسول الله صورة له وتجسيدا له. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني اقتدوا به في كل سيرته، لأن سيرته تمثل الإسلام كله وتمثل القرآن كله. وقد ورد في الحديث: القرآن هو الكتاب الصامت وأنا الكتاب الناطق. وقد قال بعض المفكرين: لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله جاء بالقرآن وقدمه للناس وأعطى كل واحد نسخة لما اتبعه إلا القليل، ولكن رسول الله جاء يتلو القرآن على الناس ويقدم القرآن من خلال سيرته للناس، فكان الناس يسمعون الآية من فمه ويرون الآية في شخصه وفي سيرته. وعظمة أهل البيت عليهم السلام أنهم انطلقوا في خط رسول الله، حتى أن علي عليه السلام كان وهو يحدثنا عن بداية نشأته كان يحدثنا أنه كان يتبع رسول الله اتباع الفصيل إثر أمه. كيف الناقة وفصيلها، كيف الفصيل يتبع الناقة يلحقها وين ما بتروح ويوقف وين ما توقف. قل أنا هيك كان يلقي إلي في كل يوم علما من أخلاقه أو خلقا من أخلاقه، وكنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه. ولذلك كنا نقول إن عليا هو نفس رسول الله، كما أن رسول الله هو نفس علي، إلا النبوة في هذا المجال. لذلك نحن نحاول الآن أيها الأحبة، لأننا في مدرسة الحسين عليه السلام ونريد أن نتثقف بدروس الحسين. الآن إحنا أخذنا عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلنتابع بعض الآيات القرآنية اللي تحدثت عن الموضوع، منها الآية اللي تتصل بالآيات التي قرأناها: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فقد حملت هذه الآية ثلاثة عناوين. عنوان الأول هو الدعوة إلى الخير. الدعوة إلى الخير هي مسؤولية المسلمين بشكل عام على نحو الواجب الكفائي الذي إذا قام به البعض سقط عن الكل، وإذا لم يقم به البعض أثموا جميعا. والدعوة إلى الخير هي دعوة إلى الخير في العقيدة وهو الحق، والدعوة إلى الخير في الشريعة، والدعوة إلى الخير في العلاقات، والدعوة إلى الخير في المواقف، والدعوة إلى الخير في كل منهج يتحرك به الإنسان في كل مواقع الخير في العقيدة والحياة في جميع جوانبها. وهذه مسؤوليتنا جميعاً، يعني ليس مسؤوليتك كمؤمن وكمسلم أن تعمل الخير فقط، بل أن تحمل الخير رسالة، وأن تدعو كل الناس الذين تستطيع أن تؤثر فيهم أن تدعوهم إلى الخير، وهي تشمل كل مسلم ومسلمة بحسب حاجة الخير إلى الانتشار وإلى الامتداد بالناس. يعني الخير ليس مجرد مسألة عملية، الخير كما قلنا مسألة ثقافية. قد تكون ثقافتك وفكرتك وعقيدتك فكرة خير، وقد تكون فكرة شر. الخير أيضاً قد تكون مسألة عاطفية، قد تكون عاطفتك عاطفة الخير وقد تكون عاطفة الشر.
كما هي مسألة عملية وكما هي مسألة منهجية في كل المجالات. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ليكون الخير عقيدة الناس، وليكون الخير خط الناس، وليكون الخير المنهج الذي يسير فيه الناس. ثم ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمعروف هو كل ما أحبه الله ورضيه وأمر به، والمنكر كل ما أبغضه الله وسخط عليه وعلى فاعله ونهى عنه. لذلك كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تختصر الشريعة كلها وتختصر السلوك الإنساني كله. ولذلك الله اختصر هذا المعنى: وأولئك هم المفلحون، هذا سبيل الفلاح. ثم يتحدث يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني لا تكونوا من قبيل هؤلاء الذين ابتعدوا عن الخير وأخذوا بالشر وتركوا الأمر بالمعروف ونهوا عن المنكر ولم ينهوا عن المنكر وانفتحوا على كل الشرور وتركوا الوحدة التي تربطهم بالله وتفرقوا بعدما قامت عليهم البينات من الله سبحانه وتعالى. هذه الآية اللي تمثل هذا المنهج. نجي إحنا إلى آية ثانية تجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجعله الطابع الذي يطبع عنوان المسلمين جميعا. ما هو طابع الأمة الإسلامية التي تتميز به عن الجاهلية السابقة؟ ما هو؟ كنتم خير أمة، يقول كنتم بمعنى أنتم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني الأمة الإسلامية التي لو قارناها بالأمم السابقة الأخرى لكانت خير أمة، لا من جهة خصائصها العرقية أو خصائصها الجغرافية، ولكن كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، لأنكم تأمرون بالمعروف، كأنه قال هكذا، وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فعنوان الأمة الإسلامية الذي يميزها عن بقية الأمم هو أنها تؤمن بالله وأنها تتحرك في خط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبذلك لو تركت الأمة الإيمان بالله أو تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما استحقت هذا اللقب ولما استحقت هذا الفضل، لأن هذا الفضل مربوط بتحقق هذين العنوانين. ثم يحدثنا الله عن الأمم السابقة عن بعض أهل الكتاب وأنهم ليسوا سواء، منهم المؤمنون ومنهم الفاسقون، ويتحدث عن أهل الكتاب هؤلاء الذين من الطيبين ويصفهم بهذه الصفة أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخير وأولئك من الصالحين. فالله اتحدث عن هؤلاء أنهم كانوا يتحركون في الخط المستقيم من الرسالة التي يؤمنون بها، وفي مقدمتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمسارعة في الخير، وهذا هو الذي يعطيهم لقب الصالحين. الآية الثانية أخرى يتحدث عن عناوين رسالة النبي صلى الله عليه وآله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي
الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالعنوان الذي تتحدث عنه الآية في رسالة النبي صلى الله عليه وآله أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وهكذا نجد أن الله يتحدث عن المجتمع المسلم كله، مجتمع المؤمنين والمؤمنات، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فالله يتحدث عن المجتمع المسلم وهو مجتمع المؤمنين والمؤمنات معا، ويتحدث أن هذا المجتمع يتألف من المؤمنين والمؤمنات الذين يتعاونون فيما بينهم ويتناصرون ويتحركون ليأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. وهذه الآية تدل على أن المرأة المؤمنة مسؤولة عن العمل في الإسلام في خط الدعوة وفي خط الحركة تماماً كما هو الرجل مسؤول عن الإسلام في خط الدعوة وفي خط الحركة. فالعقدة الموجودة عند كثير من الناس وهي أن الإسلام عزل المرأة عن شؤون العمل الإسلامي وعن شؤون الدعوة إلى الله والحركة في نطاق إصلاح المجتمع وتغيير المجتمع، هذه العقدة عقدة غير صحيحة. لأن الإسلام القرآن الكريم وهو وثيقة الإسلام قل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني الآن كل منهم ولي للآخر، بمعنى ناصر للآخر، متعاون مع الآخر، متحرك مع الآخر من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمؤمنات لابد أن يأمرن أن يقمن بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمؤمنون لابد أن يقوموا بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى كل فريق منهما أن يساعد الآخر عندما يحتاج إلى مساعدته وأن يتكامل مع الآخر. معناه أن المسؤولية في الإسلام لا تفصل الرجال عن النساء، بل تقول إن للنساء دوراً وإن للرجال دوراً، وعليهما أن يتكاملا في هذا الدور. ونحن نعرف أن الدعوة الإسلامية الأولى كانت النساء تعمل وتجاهد وتدعو إلى الله تماماً كما هو الرجال، وكانت النساء تهاجر، هاجرت النساء كما هاجر الرجال، وأخذ رسول الله البيعة من النساء كما أخذ البيعة من الرجال، وكانت النساء يخرجن مع رسول الله إلى الحرب كما كان الرجال يخرجون، ولكن رسول الله يعطي النساء مهمة التمريض، أن يسقين العطش وأن يضمدن الجرحى، أن يداوين الجرحى. ولذلك المسؤولية كانت متحركة في الخطين. ولذلك احنا نعتبر أن مجتمع رسول الله من خلال تعاون الرجل والمرأة كان مجتمع متقدم على مجتمعنا المؤمن الآن الذي تعزل فيه المرأة عن حركة الدعوة إلى الله وعن حركة الجهاد. ونحن نعرف أنه كان النبي وكانت خديجة معه، وكان علي وكانت فاطمة معه، وكان الحسين وكانت زينب معه، وكانا يتكاملان وكل منهما يقوم بدوره في عملية الرسالة. هذه آية أيضا. هناك آية أخرى أيضا تتعرض للجانب السلبي، يقول وهو
جانب الناس الذين كانوا من بني إسرائيل كانوا لا ينهون عن المنكر، عندما يفعل أحدهم المنكر لا يلتفت أحد، كل واحد شو خصني أنا الموضوع، ما بدي وجع رأسي، يصطفل، ما مثلا ما بتحاسب بأبره، أنا ما يتحاسب بأبري ولا بتحاسب بأبره، ما في كلام، كل الناس يقول لك شو دخلنا احنا بالموضوع هذا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذه هي الآيات التي تحدثت عن مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونلاحظ في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال عندما تحدث عن هذا الجانب: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. المهم أن تكون رافضا للمنكر وأن تعمل على تغييره بيدك إذا كنت تملك القوة، بلسانك إذا كنت تملك حرية الكلمة، وإذا كنت لا تملك ذلك اجعل قلبك رافضا للمنكر، لأن الأمر الواقع والمنكر عندما ينتشر بين الناس يمكن الإنسان يتقبله، وبذلك يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا. وقد ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبانكم؟ قالوا: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ قالوا: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: بلى. فعند ذلك يتكلم هذا أنه يسلط الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له، لأن القضية النبي تحدث بشكل طبيعي، ظهر المنكر، ما حدا، كل واحد قال: ما خصني، ما علينا، انقضى الشعب جميعا، أفلسنا في أمان، انتشر. طبعا لما تترك يعني مواجهة الانحراف فسيمتد الانحراف. عند ذلك تنطلق المسألة أن الناس تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف، يصير شيء طبيعي جدا هذا، ويتحول المنكر إلى معروف في نظر الناس والمعروف إلى منكر، كما نجد في كثير من عاداتنا وتقاليدنا الذي ننطلق فيها في حياتنا العملية. الآن يمكن المرأة المحجبة أصبحت محل استهجان، لكن المرأة السافرة أصبحت طبيعية جدا في الموضوع هذا. أصبح الإنسان الذي يقول لازم تكون الأعراس أعراس إسلامية ما بيها أشياء غير إسلامية، هذا الإنسان الناس تنتقد عليه. هلا كثير من الشباب المؤمنين يمكن يشكولي في أنه إما أهل زوجاتهم مثلا أو أنه أهلهم بدهم يعملوا احتفال، حفلة راقصة ملاهية معربدة، وهذا مؤمن ما يقبل، ويمكن يهددوه بأنه طلقوا له زوجته أو كذا إلى آخر ما هناك. وهم ايضا ربما بعضهم مؤمنين وحجاج كما يقولون من غير شر. هذا المسألة هذا، لذلك هذا العنوان اخذه الحسين عليه السلام، لان كما قلنا هو العنوان الذي يمثل عنوان الرسالة، ويمثل حركة الرسل، ويمثل طابع المجتمع الإسلامي. الحسين عليه السلام عندما انطلق لاحظ وجود المنكر على مستوى الحكم وعلى مستوى الواقع. على مستوى الحكم هو الإمام الحسين سلام الله عليه اختصر المسألة بهذه الخطبة القصيرة التي يقال إنه بدأ بها حركته وثورته: أيها الناس،
إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا بعهده مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباده بالإثم والعدوان فلم يغر، يعني فلم يثر، في رواية فلم يغير ما عليه، إما فلم يغر عليه أو فلم يغير ما عليه بقول ولا بفعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. يعني الإنسان الذي حسين هكذا يقول، الحسين يقول على أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر كلام النبي ويعرضه بأنه الإنسان الذي يشوف الحكم الظالم المنحرف في الواقع الإسلامي المنحرف عن كتاب الله وسنة رسوله والذي يتحرك في خط الظلم ولا يتحرك في خط العدل، فمسؤولية الأمة أن تعمل على تغيير ما عليه أو أن تعمل على أن تغير عليه، أن تثور عليه، أن تعارضه، ولو لم يفعل أحد ذلك مع قدرته على ذلك فإن الله يدخله مدخله. وقد أخذ الحسين عليه السلام هذا، يعني هذا الجو أو هذا الحديث أخذه علي عليه السلام من رسول الله عندما قال: الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم. يعني أنت لما في ناس أفرض نتيجة عندك عصبية سياسية أو حزبية أو عائلية أو اجتماعية لفريق من الناس، وهالناس قاموا بأعمال سيئة وانت نفسيا ما عملت ما شاركتهم، لكن قلت مثلا حقهم او مليح عملوا او ما قلت، لا انت كنت مرتاح للموضوع، يعني انت ارتحت لظلم فريقك للناس، لظلمهم، للاعتداء عليهم، لكل الوسائل، انت باعتبار عصبيتك العائلية عائلتك تصرفت، عصبيتك الحزبية حزبك تصرف تصرف سيء، عصبيتك الاجتماعية القومية الوطنية بكل ما هناك، فأنت رضيت. قل: الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم، وعلى الراضي وعلى الداخل إثمان. يعني إذا واحد شارك عليه مش إثم واحد، إثمين: إثم الرضا وإثم العمل. والإمام علي سلام الله عليه تحدث أيضا بما يشبه ذلك عندما تحدث عن قوم صالح ثمود، هذا يقول إن الله سبحانه: وإنما عقر ناقة ثمود، رجل واحد اللي عقر الناقة واحد بس، الله شو قال؟ فعقروها فأصبحوا نادمين. ليش نسب العقر وهو قتل الناقة؟ ليش نسبها للجميع مع أنه واحد قام؟ لأنه فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا. صحيح واحد نفذ لكن الكل راضين. إحنا الآن في كثير من الحالات واحد من العشيرة يقوم بالجريمة لكنه كل العشيرة قامت، لأن واحد نفذ والكل رضوا وأيدوا وربما خططوا. وهكذا في الدوائر الحزبية والدوائر القومية والدوائر الوطنية والطائفية وما إلى ذلك، أن الناس عادة يعذرون فريقهم بقطع النظر عما إذا كان فريقهم يعمل خيرا ويعمل شرا. فالإمام الحسين سلام الله عليه أطلق هذا الخط اللي هو خط رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال أراد يطبق المسألة على الواقع أنه هو ليش ثار؟ شو هي مبررات ثورته؟ قل: ألا وإن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، فهو سلوكهم سلوك المعصية لله وترك الطاعة لله والطاعة للشيطان. ألا وإن هؤلاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأحلوا حرام الله، غيروا قوانين الشريعة، فكان الحلال عندهم حراما والحرام عندهم حلالا، فأحلوا حرام الله وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله
واستأثروا بالفيء. الفيء هو ميزانية الدولة الإسلامية، يعني بيت المال، استأثروا فيه واعتبروه أنه ملكهم الشخصي، كما نشوف في بعض الدول العربية اللي تملك البترول أن العائلة الحاكمة هي تعتبر على أن البترول هو ملكهم الشخصي، كأنهم ورثوه عن أبائهم، ولذا يتصرفون فيه كما يتصرف المالك بأموالهم. أيضا كان بني أمية بحسب وجهة نظر الحسين التي هي وجهة نظر الحق على هالأساس كان هذا. واستأثروا بالفيء وعطلوا الحدود، عطلوا القانون، قانون العقوبات الذي تركز المجتمع. فإذا الحسين ركز على مسألة الانحراف العملي، ركز على مسألة الانحراف القانوني في تبديل حكم الله، ركز على مسألة الانحراف المالي باعتبار أنهم اغتصبوا ميزانية المسلمين، وأيضا تعطيل القانون، تنفيذ القانون الذي يمكن أن يجعل الناس على حد سواء. ثم قال وأنا أحق من غير، لأن لما يقول أنه اللي ما بيغير أنه كان حقا على الله أن يدخله مدخله، أنا جاي، حسين هيك بيقول، أنا جاي حتى أغير هذا الواقع، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، يعني أن آمر بكل معروف، أن أعيد الناس إلى طاعة الله وأن أبعدهم عن طاعة الشيطان، أن أبقي حلال محمد حلالا إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، أن أجعل مال المسلمين للمسلمين جميعا، أن أطبق القانون بحذافيره في المقام. حسين كان يريد تغيير الواقع، تغيير من خلال تغيير الحكم الفاسد. والآن إحنا لو فرضنا أردنا أيها الأحبة نأخذ الآن عنوان حديث الحسين عليه السلام، ماذا نرى في الواقع إحنا الآن في واقع البلاد الإسلامية؟ القوم تركوا طاعة الرحمن ولزموا طاعة الشيطان. الخطوط الموجودة في الواقع الإسلامي وخصوصا واقع الحكم والحاكمين لا إشكال هو واقع يترك طاعة الرحمن ويلتزم طاعة الشيطان، سواء كان شياطين الجن أو شياطين الإنس، لأن الواقع الذي نعيشه في أغلب البلدان الإسلامية هو واقع طاعة الشيطان الأكبر وهو أمريكا، والشيطان الأصغر وهي إسرائيل. شو هي الطاعة؟ الطاعة أن تنفذ خططه، الطاعة أن تنحني إرادتك لإرادته، الطاعة أن تقدم، أن تحرك كل أوضاعك لتكون في خدمة أوضاعه، الطاعة هي أن تصادر مصالحك لحساب مصالحه، وأن تجعل سياستك على هامش سياسته، هذه الطاعة. وعطلوا الحدود أيضا في تعطيل القانون، لأن القانون لا يطبق إلا على الضعفاء، أما الأقوياء فلا يطبق عليهم. الضرائب الآن تطبق على الضعفاء. الآن يمكن تعرفوا تعيشوا أنتم مشكلة الكهرباء، يجي يفرض عليكم على حسب مزاجه هذا. الضرائب كل يوم ضرائب جديدة، ولكن الشركات الكبرى لازم نخفض الضرائب عنها. ليش؟ حتى يجيبوا رساميلهم ويشغلوا البلد مثلا. هذا شركات الاحتكارية، الأشخاص الكبار وهم والكثيرون منهم في المواقع الكبرى للحكم، يدخل فقيرا ويخرج ملياردير، مش مليونير يخرج. هذا هو وكذا، مين هذا؟ ما أحد عندهم قانون من أين لك هذا، ولكن هذا لا يطبق على أحد في المقام. في عندنا شيء اسمه محاكمة الرؤساء في البلد، ولكن يشترط أنه ثلثين المجلس النيابي يكون يوافق، ومعروف المجالس النيابية كيف عم تجي، يمكن فيها 10% 15% من الذين يملكون أمرهم وإرادتهم. فمعناها عملنا إحنا قانون محاكمة الرؤساء، لكن في الوقت نفسه منعناه بس بطريقة أخرى، كذلك المجلس الدستوري والقضاء وما إلى ذلك. لذلك لو أردنا أن نأخذ عناوين الثورة الحسينية لرأينا أنها نفس العناوين التي تتحرك في واقعنا، وعلى ضوء هذا فإن الدعوة إلى التغيير التي طرحها الحسين عليه السلام والتي انطلق بها
الدعوة إلى التغيير هذه هي دعوة إلى أن إلينا من أجل أن نغير الواقع على صورة كلمة رسول الله وعلى صورة الخط الحسين عليه السلام في ثورته. أيها الأحبة، انطلقوا من القرآن في عناوين كل حركتكم وسياستكم كما انطلق الحسين من القرآن. وهناك حديث آخر في هذا الخط عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سعته وامتداده، نرجو أن نوفق إليه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.